ملف يتجدد ونقاش يتمدد لآلية إعادة تدويرها ليكون حديث لجنة البيئة في المجلس البلدي مشروع حق النفايات وتوليد الطاقة من مخلفاتها. النفايات البلدية الصلبة في منطقة شب كنا داعين جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المشروع، منها ديوان المحاسبة، هيئة البيئة، مراقب الماليين، وأيضا تم دعوة هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكن للأسف الهيئة ما حضرت. احنا اليوم أغلب نقاشنا كان عن أسباب تأخير هذا المشروع، أسباب إيقافه، الملاحظات الفنية والمالية على هذا المشروع. أعطينا بعض النقاط اللي إن شاء الله قد تساهم في استمرار هذا المشروع، في حل بعض الملاحظات، هناك بعض التوصيات منها مالية ومنها فنية أيضا. هذه الورشة أنا ما أعتبرها خلصت، إحنا محتاجين نقعد في ورش أخرى. 35 مليون دينار التزام الدولة للاستفادة منها ودعوة لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات. يعني الآلية الموجودة في هذا المشروع إلى الآن تعتبر النفايات باعتبارها عبء، وتعاملت مع النفايات على أنها عبء، فبالتالي رفع التزامات الدولة السنوية حوالي 35 مليون، وقللت الفائدة المرجوة من المعالجة باعتبار أن حتى الطاقة الكهربائية راح تنتج احتمال ما تكون بالكمية الكافية. بلدية الكويت أولا تؤهل التكنولوجيا قبل لا أن تدخل في تأهيل الشركات، في تكنولوجيا تتعامل مع النفايات كعبء، وفي تكنولوجيا تحول لك هذه النفايات إلى قيمة. التكنولوجيا الموجودة يبدو أنها لا زالت تعامل النفايات كعبء، وهذا أعتقد خطأ يجب تصحيحه. اتفاق على ضرورة الاستفادة وتحويل النفايات لمشروع أوقفته أسباب فنية ومالية يمكن أن يدر للدولة الكثير. الورشة هذه المخلفات البلدية بشكل عام يعني نطمح للأحسن، ولما يكون نظام الشراكة البي بي بي راح يكون مشروع ضخم جدا، وحاليا احنا طارحين أكثر من ثلاث مشاريع من ضمنها المشروع اللي بنناقشه اليوم. طبعاً أما بالنسبة للمصانع التدوير، عندنا مصانع تدوير بلاستيك، عندنا مصانع تدوير معادن، في مصانع تدوير، بس مشروعنا هذا أكبر وأشمل. رؤية لخمسة وعشرون سنة قادمة بميزانية 800 مليون دينار يعالج فيها ما يعادل مليون طن سنوياً لإنتاج الكهرباء وإنهاء أزمة الطاقة ومشاكل التلوث. ثلاث توصيات خرجت بها لجنة البيئة في اجتماعها اليوم بالمجلس البلدي، أولها تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومية والخاص، والثاني إعادة النظر من قبل مجلس الأمة بقانون تدوير النفايات، وثالثها إعادة النظر أيضا بالتكلفة المالية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.